يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، استعمال الآنية المطلية بالذهب أو المفاتيح أو الأقلام، هل هذا جائز وهل يجوز للنساء فقط؟ لا يجوز لأحد. المفاتيح المذهبة والساعات المذهبة ما تجوز للرجال. الملبوسات التي فيها ذهب تجوز للنساء، الملبوسات التي فيها ذهب تجوز للنساء ولا تجوز للرجال. أما غير الملبوسات كالمفاتيح والأواني والكيسان هذه لا تجوز لا للرجال ولا للنساء، إنما يجوز للنساء الحلي فقط من الذهب، أما غير الحلي فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء. نعم.